يقول والدي لديه السرعة في اتخاذ القرارات ولا يتأنى فيها، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث بعض المشاكل. وعندما أتكلم معه وأنصحه، عندما يتخذ قرارا لا يقبل النصيحة ويعتبر ذلك عقوقا مني، فما حكم نصحه؟ إن كان والدك يعمل شيء من المعاصي والمخالفات فعليك أن تنصحه وأن تعظه وتذكره، أما إن كان يتخذ قرارات دنيوية فليس لك عليه حق الاعتراض، هو حر في تصرفه ولا تعترض عليه في ماله وفي، إلا إن كان يتعامل بحرام فلك أن تنصحه وأن تعظه وتذكره.